مساكم الله بالخير ويا اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج صحف معكم على الهواء مباشره. واكيد نذكركم بحساب البرنامج الظاهر على الشاشه او حساب القناه الرياضيه تي في، وايضا يسعدنا مشاركاتكم وارائكم عبر هاشتاج صحف الظاهر على الشاشه. وبدايه حلقتنا نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: ثلاث أندية فقط استطاعت جماهيرها دعمها بمليون ريال، برأيك ما سبب عزوف جماهير الأندية الأخرى؟ في الاختيار الأول عدم رضا عن العناصر، والاختيار الثاني الوقت مبكر، أما الاختيار الثالث الحضور مرتبط بالجماهير، أما الاختيار الرابع رد آخر اكتبه في الردود. أكيد بداية حلقتنا ننتقل لأبرز العناوين الرياضية. في افتتاحية صحيفة الرياضة: سلم واستلم تعطل النادي. وفي صحيفة المدينة: أنمار الحايلي لجماهير العميد متابع لكل مقترحاتكم. وفي صحيفة اليوم: الاتفاق في الشرائع رائع. وصحيفة مكة: الأهلي يخدر برانكو بالثقة ويفاوض جروس. ولجنة الحكام تراجع أخطاء مباراة التعاون والحزم. بداية الحلقة نرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ حسن القرني، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير لمن يتابع برنامج صحف في هذا التوقيت، مساء الخير أيضا للزميل سليمان. نتمنى إن شاء الله تعالى أن نقدم يعني تعليقات تحوز على رضا المتابعين الكرام. جميل، طب بداية خلنا نسألك عن كيف شفت الجولة الأولى للدوري؟ والله شوفي، الجولة الأولى للدوري جولة مثيرة. يعني من الصعوبة بمكان أنك تحكم على مستوى الفرق من خلال جولة واحدة، لكن أعتقد أنه دورينا هالمرة حيكون أكثر سخونة من الموسم الماضي. نعم. شخصيا على الصعيد الشخصي أتمنى أنه يتعدد المنافسين حتى تصبح الإثارة أكثر، لكن من الواضح أنه فيه ندية، فيه إثارة، فيه تقارب مستويات، فيه نتائج قد تكون مخالفة لتوقعات يعني النقاد الرياضيين، لكن إجمالا موسم سيكون مثير، عطفا على يعني امتيازات واضحة على مستوى اللاعبين والأجهزة الإدارية والمعسكرات، الدعم المالي. يبدو ان شاء الله تعالى ان امام موسم مثير ان شاء الله باذن الرحمن. خلينا ننتقل لاخبارنا لليوم. وفي صحيفه الرياضيه: سلم واستلم تعطل النصر. في تفاصيل الخبر: تقف القضايا الماليه العالقه منذ الموسم الماضي حائلا امام وفاء نادي النصر بالمعيار المالي اللازم للحصول على الرخصه الاسيويه لعام 2020 وفقا لمصادر خاصة بالرياضية. وبحسب المصادر نفسها، تعطلت عملية التسلم والتسليم لإدارة النصر الحالية نظرا لعدم توقيع الإدارة السابقة على ميزانية الموسم الماضي، وتعذر اعتماد الميزانية بسبب مطالبات مالية على النادي من جهات عدة داخلية وخارجية تتعلق بدفعات مالية متأخرة من صفقات شراء اللاعبين. نقول دائما استاذ حسن كل الملفات دائما تكون واضحه للاعلام وخاصه ايضا للجمهور الا الملف المالي، برايك ايش السبب؟ شوفي، تحديدا في النصر انا اعتقد انه ملف نادي النصر على مستوى الانتخابات شهد كثير حقيقه من التراجع. احنا شفنا يعني الانديه قدمت انتخابات عن طريق الهيئه باشراف الهيئه يعني واضحه وسريعه، وربما يعني لم تستهلك كثير من الوقت. النصر هو الوحيد الذي يعني بقي فتره يعني ما بين شد وجذب حول انتخاب مجلس اداره. في النهايه تم الانتخاب. انا اتصور انه الملف المالي تحديدا، وهو يعني حقيقه بجميع الامور الماليه سواء في عقود اللاعبين اللي موجودين غير موجودين، نحن نتحدث عن رخصه
يصر الاتحاد الآسيوي على معيار مهم المعايير أربعة رئيسية حتى يصبح أو تجوز للفريق النصر مشاركة في البطولة القادمة اللي هي 2020. بالفعل أمر مثير وغريب أنه يكون الوضع المالي في النصر بهذا الشكل. أمر غريب أيضا يعني تنتهي فترة الإدارة السابقة دون حقيقة يعني توقيع على ميزانية النادي وتقديمها على الأقل للسماح للنادي بحقيقة بإنهاء بعض الملفات المتعلقة. أنا متأكد حقيقة أنه في نادي النصر هناك أمور مالية كثيرة يعني تحتاج إلى سرعة حلول. طبعا إدارة السويكت والأخوان سواء مع أستاذ عبد الرحمن الحلافي وجميع النصراويين ينتظرون حقيقة من يعني الإدارة السابقة حقيقة تواصل وين هذا الملف. أنا شفت حقيقة مطالبات كثيرة في تطلب تدخل الهيئة لإغلاق هذا الملف. نعرف يوم السبت القادم هو آخر فرصة حقيقة لإنهاء هذا الملف والقبول بمعيار المالي اللي هو يتحكم في عملية كم للنادي من مديونيات وكم عليه، لأنه معيار رئيسي ومهم عند الهيئة أو عند الاتحاد الآسيوي حتى يسمح بمشاركة الفرق السعودية أو غيرها من الفرق في البطولة الآسيوية أبطال الدوري. وإحنا نعرف أن النصر كان بطل الموسم الماضي، وبالتالي بالفعل ملف شائك من المفترض أنه منتهي وخالص. أتمنى حقيقة أنه يعني فعلا أنه يغلق هذا الملف سريعا حتى يستطيع النصر يعني التواصل. لكن من بين السطور حقيقة في أسئلة كثيرة حول تأخر هذا الملف وعدم غلقه، خصوصا نحن اليوم نلعب أو الأسبوع القادم سنلعب الجولة الثانية من الدوري. صحيح. طب خلينا نقول قبل انطلاقة الدوري يعني في فترة الانتقالات الصيفية عبر من النصر عدة صفقات، يعني ما كان واضح ولا كان يبدو عليه أنه فيه عجز مالي. لا، أنت تتكلمي على إدارة سابقة وإدارة يعني تتكلمي الآن عن إدارة تدفع، ربما هي تدفع من الآن وصاعدا وتبدأ بإحصاء الأمور المالية والمادية في الفترة الحالية. الحديث عن ملفات من الإدارة السابقة أو ميزانية الإدارة السابقة اللي كانت بقيادة الأستاذ سعود السويلم هي المعنية بهذا الحديث. كونه ملف مالي فيه انتقالات وفيه بعض الأمور المالية اللي تحتاج فعلا إلى إمضاء. هو تقريبا الخبر يقول أنه تم الاعتماد يعني اعتماد الميزانية فقط. بقي قضية التوقيع على الميزانية. طيب نقول في الخبر أنه ذكرت المصادر القضايا المالية في نادي النصر عالقة من الإدارة السابقة. إيش تعليقك على الموضوع؟ طبعا أنا ما زلت أقول لك أنه مستحيل نادي زي النصر يقدم 7 محترفين وبأرقام كبيرة أنه ما يكون عنده يعني بعض المتعلقات. نحن نعرف قضية مثلا الخيبري، أكيد أنه كان في دفعات معنا يعني في فترة من فترات. نعرف أنه عبد الفتاح آدم دفعة جديدة مثلا بدفعات مالية. نعرف أنه مثلا اللاعبين الأجانب وغيرهم أيضا بدفعات مالية. أنا أتوقع أنه 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 مسألة التوقيع ما أعتقد أنها يعني تلك الإشكالية الكبرى حتى يعني لا يأتي، لكن ربما أنه فيه فعلا متعلقات مالية مستحقة الدفع، وبالتالي ربما لا تستطيع الإدارة الحالية الوفاء بها أو أنها تنتظر الدعم من الهيئة حتى تستطيع الوفاء بها وختم هذا الملف وإغلاقه. لكن أنا أتمنى بالفعل ومن هذا المكان أنه يكون لإدارة الأستاذ سعود السويلم توضيح أو حضور أو أحد أعضاء مجلس إدارته السابق في 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 توضيح الضبابية حول الملف المالي أو الميزانية وعدم التوقيع عليها. ما حد يدري، هي مشتركة مع الإدارة الجديدة، هي منفصلة، ما حد يستطيع. ما في شيء واضح حتى الآن. جميل. طيب خلينا ننضم معنا الأستاذ سليمان الجابري من استديوهاتنا في الدمام. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا أختي ياسمين، أمسي عليك بالخير على الزميل العزيز حسن القرني وجميع السادة المشاهدين الكرام. أبطيتوا علينا يا ياسمين. أستاذ سليمان سامعني؟ إيه أنا سامعك واضح. هلا ومرحبا. خلينا نتكلم عن الملف المالي. مثل ما شفنا الخبر أنه دائما الملف المالي ما يكون واضح للإعلام والجمهور، باعتقادك إيش السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عادة ياسمين في موضوع الانتقالات بين إدارة وأخرى يكون في شيء اسمه محضر مالي، يعني في محضر يسمونه محضر استلام وتسليم بين الإدارتين. اتصور انه الفتره اللي عملت فيها الاداره السابقه اللي هي فتره التكليف، وهذه حقيقه موجوده في يمكن في كافه الانديه، وهذه من مساوي فترات التكليف اللي كلفت خزائن الانديه مديونيات عاليه خلال السنوات الماضيه.
اتصور انه الخطوه اللي اقدمت عليها الهيئه العامه للرياضه وفي نادي النصر تحديدا واصرارها، واللي سبق اني انا اشدت فيها تحديدا من هذه الطاوله، نعم، موضوع الثبات على موضوع الانتخابات ومساواه النصر بكافه الانديه على موضوع الانتخابات، ان يكون هناك استقرار اداري وفني ومالي على مستوى جميع الانديه بلا استثناء. اليوم في ظل الحوكمه الجديده وعمليه الموازنات الماليه والاهتمام المالي، اصبحت كل اداره مسؤوله عن مصروفاتها خلال الفترة اللي هي موجودة فيها. في النصر تحديدا هي المشكلة موجودة كانت في عدد من الأندية، اللي هي عملية التراكمات المالية الموجودة، خاصة أن الفترة السابقة في الإدارة السابقة هي الفترة كانت لمدة عام واحد فترة التكليف، ومثل ما ذكر الزميل حسن النصر حقيقة يعني استفاد من عدد كبير من اللاعبين، خاصة من مستوى اللاعبين الأجانب بمبالغ مالية عالية جدا. يعني لاعب مثل أحمد موسى أعتقد أنه كلف خزينة النصر مبالغ كبيرة جدا، فبالتالي عملية التسليم في الأمور خاصة فيما يخص الأمور المالية، نعم، في مثل هذه الأمور يحتاج أحيانا الفيصل في هذا الموضوع هو الهيئة العامة للرياضة. الهيئة العامة للرياضة هي من وافقت على تنصيب هذه الإدارة الجديدة، وبالتالي عملية الإشكالية مع الإدارة السابقة يجب أن يكون التدخل في هذه النقطة تحديدا من الهيئة العامة للرياضة. فبالتالي اليوم الفريق في بداية الموسم، وهناك شروط لموضوع مثل ما ذكر الخبر على موضوع الرخصة والمتطلبات المالية سواء هنا أو في الاتحاد الآسيوي تحديدا. أنا حسب معلومة وصلتني من فترة يمكن أنه حتى الأندية السعودية بنية، أو الاتحاد السعودي لكرة القدم بنية أنه وضع رخصة محلية مشابهة للرخصة الآسيوية في الأندية، وبالتالي مثل هذه الأمور وعملية التدقيق المالي والمراقبة المالية أعتقد أنه أمر مهم جدا، يجب أنه الهيئة العامة للرياضة وهي بالفعل حقيقة يعني اهتمت بهذا الجانب كثيرا في موضوع الانتخابات في الفترة الأخيرة وموضوع الحوكمة وشروطها، وبالتالي المراقبة والموازنات المالية أصبحت أمر ضروري جدا حقيقة في الأندية. طيب خلينا نتكلم عن الصفقات اللي أبرمتها النصر في فترة الانتقالات الصيفية. يعني ظهر في عجز ما كان واضح يعني قبل بداية الدوري. النصر على مستوى الأجانب أعتقد أنه كان في ثبات، يعني يمكن أكثر فريق كان في استقرار، يمكن صفقة أو صفقتين اللي هو يمكن عبد الفتاح آدم وصالح العباس أعتقد اللي تم إعارته إلى أبها، لكن بشكل عام أنا أتصور من وجهة نظر خاصة يعني أنه موضوع عبد الله آل سالم وما أحدثه من زوبعة خلال الفترة الأخيرة ربما هو من فتح الأمور بشكل أكبر في النصر خلال الفترة الحالية على موضوع المديونيات. أيضا تجديد عقد حمد الله بمبلغ مرتفع ما في شك يعني، بس بالأول والأخير حمد الله يعني تم تجديد عقده مع الإدارة الجديدة، لكن بقية التعاقدات كانت من الإدارة السابقة، وبالتالي هي المسؤولة اليوم أمام الهيئة العامة للرياضة. جميل. طيب أستاذ حسن خلينا نسأل. أنا بس تعليق بسيط اللي هو فيه فعلا إدارة الفيحة بصدد يعني تقديم شكوى ضد نادي النصر على دفعات مالية خاصة بصفقة عبد الله السالم، واللي يبدو حقيقه بين السطور انه في مشكله ماليه او في مشكله قانونيه ماليه تمنع حقيقه الاداره الحاليه من يعني من اتخاذ بعض الاجراءات. احنا نعرف انه ايضا انه اليوم اصبحت اداره النادي الجديده ما لم تكن يعني قادره على توضيح جميع الامور الماليه في نهايه مطافها بعد 4 سنوات وتسليم الاداره، هي مطالبه حقيقه حسب النص الاخير للائحه او قرارات الهيئة العامة للرياضة بأنه مطالب الرئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته يعني هم مطالبين حقيقة بتوضيح الأمور المالية في نهاية أو إبراء ذمة بمعنى صح في نهاية فترة الرئاسة للنادي، وبالتالي أنت أمام مشكلة حقيقية. ربما المشكلة زي ما تفضل الزميل سليمان عبد الله سالم يعني وضحها، ربما أنه إدارة النصر أيضا اللي يدل أيضا على أنه في إشكالية حقيقة أنه إدارة النصر بالفعل لديها 6 أجانب فقط لم تبرم صفقة سابعة واكتفت ب6 اللاعبين الأجانب في الفريق، وهذا أيضا يعطي بعد آخر أنه في مشكلة فعلا مالية. أيضا الاكتفاء بالأسماء بالمدرب العمل وفق هذا يعطي انطباع بأنه فعلا في مشكلة مالية أو في مشكلة قانونية مالية تمنع حقيقة الإدارة الحالية من التصرف بحرية أكبر، وبالتالي أنا أعتقد أنه ملف تأخر حسمه حتى الجولة الثانية من الدوري. صحيح. يعني إحنا اليوم فترة الانتقالات أصلاً الصيفية تغلق بعد فترة، نعم، وبالتالي الرخصة الآسيوية ربما هي من عجل بكشف هذا الملف
يعني للشارع الرياضي. نعم، هي باقي لها يعني تقريبا اسبوع. نعم. نعم، طيب خلينا ننتقل لصحيفة المدينة في موضوع انمار الحائل لجماهير العميد، متابع لكل مقترحاتكم، حيث ابدى رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد انمار الحائل خلال تواصله امس عبر مواقع التواصل تويتر مع الجماهير الاتحادية سعادته بتحقيق الانتصارات المتتالية، وشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما يبذلونه من جهود في سبيل إسعاد الجماهير. أستاذ سليمان، نقول فرق كبير بين لغة التخاطب يعني بين الإدارة والجماهير، يعني مع بداية الاستعدادات الفريق مثل ما نشوف. شوفي، بلا شك هي خطوة حقيقة جميلة، انه فتح يعني قنوات الاتصال مع جماهير النادي، سواء عن طريق الاجتماعات اللي كنا نشوفها فترة سابقة في كثير من الأندية من خلال الصالة الموجودة في النادي، لكن اليوم مع الطرق الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد انه فتح النقاش مع الأندية والاستماع لمطالب الأندية واقتراحات الأندية أمر حقيقة أنا من وجهة نظري منطقي ويعتبر أمر حديث. لكن الأهم في هذا الموضوع الموضوع قرارات الإدارة أو قرارات التغييرات اللي داخل الفرق يجب أن تكون حقيقة باستشارات فنية، يعني هي في المقام الأول. اليوم الإدارة لما تسمع لآراء الجماهير يبقى القرار مشترك بين إدارة النادي وبين الجهاز الفني، يعني يجب ألا تكون الإدارات أو إدارات الأندية ما يطلبه الجمهور، يعني الجمهور في الأخير جمهور محب وعاشق ومن حقك أنك تسمعه، لكن بالمقام الأول يظل القرار حقيقة عند إدارة النادي والجهاز الفني. لكن أنا يمكن اطلعت بشكل مفصل على هذه المطالبات، يمكن أغلب أو جل المطالبات الاتحادية كانت واضحة متركزة على اللاعب أتشيلي من أصل فلسطيني خيمينيز، يعني حقيقة في حالة عدم رضا كبيرة في الشارع الاتحادي على ما يقدمه اللاعب، ويمكن أغلب المطالبات كانت على عملية استبداله واستغلال الفترة التي تنتهي في نهاية الشهر في 31 أغسطس، وبالتالي كانت مطالبات أكثر الجماهير على موضوع التغيير، خاصة أن الفريق تنتظر مباراة مهمة أو مواجهتين مهمة في دورة الثمانية في البطولة الآسيوية. لو 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 تحقق الاتحاد الفوز في هذا المباراة وصل إلى الدور الأربعة في هذه البطولة، أعتقد إنه موضوع التغيير في العنصر الآسيوي تحديدا اللي حقيقة من خلال ثلاثة مباريات اللي شاهدناها مع الاتحاد ما قدم شيء. لكن بشكل عام إدارة النادي والجهاز الفني هي من تكون مسؤولة عن موضوع التغييرات والتدخلات. ويمكن أمس حقيقة كان في حديث مهم للأستاذ خالد البلطان عبر شاشة الرياضية على موضوع جماهير الأندية وكيف ممكن أنك أنت تستمع لها، فكان مطالبات خالد البلطان أنه أي مشجع يحضر للنادي ويدعم للنادي ويكون سند للنادي بالتأكيد أنه كل آراءه وكل مقترحاته وكل طلبات وأحيانا تكون مسموعة وممكن تتفاعل معها إدارة النادي، لكن كان عتبوا على موضوع الجماهير التي لا تحضر وتساند. اليوم أهمية الحضور الجماهيري وتقبل الجماهير أعتقد أنه أمر مهم جدا. اليوم الحضور الجماهيري يكسب النادي مبالغ مالية، اليوم شفنا في القرارات والحوكمة الجديدة للأندية والدعم اللي صار للأندية إنه حيكون في كل مباراة تقريبا إذا حضر وصل الحضور لعشرة آلاف تقريبا مشجع مليون ريال، وهذا بالتأكيد أمر مهم يهم إدارة النادي. لما يكون في رضا للجماهير عن أداء الفريق بالتأكيد سيتزايد عدد الحضور الجماهيري في كل المباريات. نعم، جميل. بالنسبة للأستاذ حسن، توالي الانتصارات، نتكلم عن الانتصارات بشكل عام، يعني دائما تخلق أجواء مثالية للإدارة بحيث أنها تعمل بهدوء. لو نقول نذكر أربع انتصارات للاتحاد اللي هي اثنين آسيوية وواحدة عربية ودورية أيضا. نعم صحيح. إيش تعلق على الموضوع؟ أنا أقول لك إنه الوضع في الاتحاد أقارنه بالوضع في الأهلي مثلا. الأهلي خسر يعني التأهل، تعادل في أول مباراة. نعم. ردود الأفعال يعني وصلت إلى مرحلة عالية. في الاتحاد دائما الفريق الذي يقدم نتائج إيجابية حتى لو كان في خلل فني، خلل أحيانا مالي، خلل حتى على مستوى الإدارة، أحيانا يذوب حقيقة أمام الانتصارات، خاصة انتصارات الفريق الأول. هذا ما يتضح. أنا يعني حقيقة أنا يعني معجب بأنه الرئيس نادي الاتحاد أنه يعني قدر للجمهور وحاول يتواصل معه، ونقول ان هذه خطوه في الاتجاه الصحيح، لانه فعلا
الجمهور من حقه يعرف بعض الأمور، من حقه يطلع على بعض الأمور، أن يعرف كيف تدار الأمور. ما ليس حق له حقيقة هو التدخل في صلب القرار داخل النادي في تغيير بعض الأمور. إدارة النادي طبعا هي الأقرب، وأكيد هي ما ترشحت لأربع سنوات اللي هي يعني مستحقة لهذا الترشح. وتخيل يعني أعداد كبيرة من الجماهير، هذا يبغى اللاعب الفلاني، هذا ما يبغى اللاعب الفلاني، هذا يبغى اللاعب المحلي، هذا ما يبغى اللاعب المحلي. وبالتالي هنا إذا أصغت إدارة النادي تماما لكل هذه الأصوات، بالتأكيد بالنهاية ستقع في مشكلة كبيرة. عليها أن تثق بقراراتها وأن تمضي نحو الأفضل للنادي. أما التواصل فأنا أشد على إدارة أي نادي حقيقة في فتح مجالات التواصل مع الجماهير الرياضية. طيب. إحنا نعرف أنه في جروبات تضم مئات من الجماهير، ونعرف أيضا أنه في مواقع التواصل ضد أفعال واسعة. المفروض أن يكون في حقيقة لغة جيدة في الحوار والنقاش بينها، وليس شرطا حقيقة عندما تستمع لهم أن تنفذ يعني ما يطلبه الجمهور. نعم. يعني بجميع فئاته. طيب خلينا بما فتحنا باب الجماهير نتكلم عن آراء الجماهير، أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية. طبعا بالتأكيد الجمهور يعني هو خليط من الثقافات يعني، وبالتالي لابد تجي الطلبات متباينة، لا تجد مختلفة. ما قد أراه أن لاعب جيد ويفيدني قد لا يراه المشجع الآخر مفيد. لكن في النهاية الرأي الفيصل في هذه المسألة للجهاز الفني. وأنا أعتقد أنه ما دامت النتائج إيجابية ويعني وتؤدي إلى الفوز مثلا وما في خسائر، يعني جميع اللي أراه هذه تبقى أراه يعني أحد أو أخف وطأة يعني على المتلقي من غيرها. المشكلة لو كان القرارات يعني في ظل وجود مثلا ردود أفعال سلبية أو نتائج سلبية، هنا يبدأ بالفعل أحيانا حتى لو كان واثق من قراره يصيبه ما يصيبه حقيقة تجاه قرار فني اتخذه المدرب أو الجهاز الإداري. جميل جميل أستاذ سليمان، بتخلينا نتكلم بكل صراحة، يعني لو بتستمر هذه اللغة يعني بين الإدارة والجماهير في حال أنه تلقى الفريق خسارة يوم الثلاثاء المقبل؟ شوفي، دائما النتائج الإيجابية تحسن الوضع في النادي وجماهير النادي وحالة الرضا والدعم، هذا أمر طبيعي. يعني النتائج ترى لها دور كبير، لكن خليني أنا بس أضيف إلى نقطة مهمة جدا ذكرها الزميل حسن. موضوع التغيير ترى هي صحيح إنه الجهاز الفني هو المناط بهذا الأمر، لكن أحيانا في أمور ثانية. يعني أنت تحكمك ميزانيات اليوم، أنا لما أحقق رغبات الجماهير وأستبدل كل لاعب اليوم، أنا أتحرك وفق ميزانية موجودة عندي في النادي أعمل عليها. مش معقول أنه كل يوم أغير لاعب وبالتالي أكبد النادي عدد من المديونيات وتتراكم الديون. وهذا حقيقة يمكن من أهم المحاور اللي كانت تركز عليها الهيئة العامة للرياضة على عملية المصروفات. يعني اليوم الأندية حقيقة في تكدس كبير في عدد اللاعبين الأجانب. يعني الهلال شفنا احيانا يكون حتى في إقالة للمدربين يعني بمطالبة من الجماهير. ما في شك، لكن احيانا الخبرة تلعب دور كبير في مثل هذه الامور. احيانا الإدارات الشابة تكون مندفعة مع هذه الامور، لكن بشكل عام اي جمهور ترى وقت الخسارة يعني يكون حالة الغضب عالية جدا، وبعض إدارات الأندية تتأثر. يعني خلينا اقول لك مثال بسيط في الأهلي تحديدا. انا وجهة نظري وقلتها قبل كذا، الأهلي ترى يا جماعة خسر بطولة آسيوية وخرج من أمام فريق كبير مثل الهلال منافس يعتبر، وتعثر بالتعادل في مباراة أولى مبارياته أمام العدالة في افتتاحية الدوري. فبالتالي أنا من وجهة نظري أنه حالة الغضب الموجودة في الأهلي مبالغ فيها كثير. يعني من مو معقول أنه مدرب يطالب بإبعاده من خروج من بطولة وتعثر في مباراة تعادل. فهذا حقيقة لا يحقق مبدأ الاستقرار في العمل داخل النادي، وهذا يجب أن تكون إدارة النادي. وأنا حقيقة أحيي إدارة النادي الأهلي والأمير منصور بن مشعل في عملية يعني إبقاء المدرب، وإن كنت أنا حقيقة ما كنت أتمنى أنه تجديد ثقة. لا خلاص يا أخي، المدرب بيني وبينه عقده يبقى، لما أنا أوصل لقناعة وما أبغى استمرار المدرب أطلع وأقول للمدرب أنه خلاص انتهى عقده، لكن بالمقابل أنا أجي أضغط على المدرب في كل مباراة. يعني ولنفرض انه الاهلي تعثر في مباراة الاخرى، خلاص معناته المدرب معناته ماشي. وحتى في احاديث انه الاهلي بدا فعلا في عملية التفاوض مع مدرب اخر. هذه كل الامور ترى يعني جو غير صحي في النادي، وبالتالي تاثيره على الفريق بيكون واضح. المشكلة في الاهلي انه اللاعبين على فكرة يعني مبتعدين عن 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 اللوم وعن العتب من الجماهير. كل يعني هم الاهلاويين وكل غضب الاهلاويين منصب على إدارة النادي وعلى الجهاز الفني.
نعم جميل. طيب خلينا ننتقل للعمل الإداري أستاذ حسن، يعني ناخذ رأيك فيه، يعني هل تشوف أن الإدارة العمل الإداري في الاتحاد مكتمل أم يكون هناك فيه بعض القصور؟ شوف أن الأنمار الحائلي ليس يعني من اليوم في العمل الإداري، هو سبق أنه عمل وسبق أنه يعني حاول الحصول أيضا في فترات سابقة على فرص العمل في إدارة نادي الاتحاد. نعم، واعتقد انه شخص يملك تجربه وخبره جيده، هو ايضا النتائج اللي حصلت حتى الان ايضا نتائج جيده. نعم هناك اعتراض على بعض الاسماء الاجنبيه اللي يعني تم التعاقد معها، لكن في النهايه ترى يعني لن يدفع احد غير انمار الحائلي، هو رئيس النادي ومجلس ادارته هم من سيسال يعني بعد ذلك عن الميزانيات المرصوده اللي يعني جلب اللاعبين اللي هم احضرهم. قد يكون يعني ضغط الجماهير كخيار بالنسبة للمدرب بالنسبة للاعب خيمينيز كونه يعني لاعب يعني من نفس جنسية المدرب، والحديث عن سمسرة، وهذه حديث لا تتوقف حقيقة من قبل الجماهير يعني مباشرة، ممكن أي حتى عامل السن أيضا ولا شك، وأيضا الأداء الفني لثلاث مباريات يعني ما كان خيمينيز يعني حقيقة لاعب يشكل إضافة. اللاعب الآخر أيضا كبير في السن، لكن في النهاية ما دام الفريق يؤدي بشكل مميز ويحصل على المطلوب، يعني أنا أعتقد أن المسألة دي تبقى يعني أخف حدة. لكن تخيلي لو أن الاتحاد خسر لا قدر الله في 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 عدد من المباريات يعني للفريق، هنا ربما يتغير الوضع، ربما سيتغير المضمون، ستجد أنه إدارة الاتحاد ستختبر اختبار حقيقي، كما هو الحال في إدارة الأهلي الآن، هي تختبر فعليا من خلال الضغوطات اللي موجودة سواء الإعلامية الجماهيرية بشكل كبير. الإدارة النادي ما دامت النتائج جيدة لن تختبر من وجهة نظري الخاصة، لكن متى اتجه الفريق للنتائج السلبية فعلا تقع تحت الاختبار. جميل. وفي صحيفة اليوم ننتقل للخبر، الاتفاق في الشرائع رائع وفي التفاصيل أودع الاتفاق، 3 نقاط مستحقة في رصيده إثر فوزه على الوحدة، 2-0 سجلها فواز الطريس والتونسي نعيم سليتي في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، في ختام منافسات المرحلة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيطر الاتفاق على معظم فترات الشوط الأول. جميل. وبهذا الخبر أستاذ سليمان أكيد إطلالة جديدة للاتفاق، نقول بقيادة الوطني خالد العطوي، هل ممكن نقول المدرب الوطني بدأ فعليا بالنجاح في دوري المحترفين؟ ما في شك أنا سعيد، ويمكن الجميع ربما يكون سعيد بنجاح الكابتن خالد العطوي، بالتأكيد أنه وجود خالد العطوي كمدرب وطني وحيد من بين المدربين لأندية دوري المحترفين أعتقد أنه شيء جميل وشيء مشرف، نتمنى له التوفيق. الاتفاق حقيقة كتركيبة هذا الموسم يمكن المباراة الأولى، هو شوفي بلا شك فوز مهم خارج الأرض وبداية جيدة للاتفاق، ما في شك، لكن أنا أتمنى إنه هذا الفوز يكون دافع للفريق، لأنه حقيقة المتابع لحال الاتفاق يمكن من سنوات سابقة تكون البداية انطلاقة جيدة ومن ثم تحدث الانتكاسة، لكن للأمانة وكلمة إنصاف حقيقة العمل الإداري المقدم في الاتفاق خلال الفترة الماضية كان حقيقة عمل مضاعف. الإدارة في فترة جديدة وفترة ولاية جديدة انتهت ال4 سنوات الماضية والآن هم في بداية الفترة الجديدة، حقيقة عملوا عمل مكثف خلال الفترة الماضية، والدليل الاستقطابات اللي قدمها الاتفاق خلال الفترة الماضية، يعني لاعب بحجم نعيم السليتي كان حقيقة لاعب حتى قبل مجيئه لاعب له سمعة كبيرة في الدوري الفرنسي وفي الكرة التونسية، وهو إضافة كبيرة وكلف النادي حقيقة مبلغ كبير عالي جدا، وأيضا حدادي، أيضا روجيريو كلاعب وأنا أشد بالصفقة الفترة السابقة، حقيقة المستويات اللي كانوا يقدمها أمام الفيصل أنا أعتقد أن الاتفاق كسب لاعب مهاري، لاعب مؤثر جدا ولاعب عارف بإمكانيات الدوري. أيضا الصفقة الأخيرة للسنغالي سليمان دوكار أعتقد أنه كل العمل المقدم من إدارة الاتفاق يوحي بأن الفريق سيكون مختلف هذا الموسم، لكن يجب أن يكون العمل هذه كبداية، يجب أن يكون العمل يعني بأكثر حكمة، أن يكون التعامل والتعاطي مع أي فوز لابد أن
يكون في تروي، واعتقد انه الجهاز الفني اللي راهنت عليه إدارة الاتفاق من في بداية يعني إيكال المهمة للسيد خالد العطوبي، اعتقد انه قرار كان شجاع، صح في مخاطرة، ولكن أتمنى له أنه يكون موفق خلال الفترة القادمة. والفريق اليوم أصبح فيه عدد كبير من اللاعبين، حتى على مستوى الدكة أصبح الاتفاق ربما نشاهد فريق مختلف خلال هذا الموسم. نعم أستاذ حسن، نقول مدرب وطني حقق كأس آسيا للشباب وبدأ الدوري بانتصار. أنا أحد المعجبين بخالد العطوي بالمناسبة، وهذا الرجل حقيقة أنا سمعت له اللقاء بعد مباراة الوحدة والاتفاق بالتلفزيون، وكان كان حقيقة يتكلم بطريقة جميلة صراحة، كيف أنه يعني كيف يفكر، كيف أنه بحث عن أو عن دراسته لحال نادي الوحدة قبل المباراة، وكيف بحث عن نقاط الضعف، وكيف أنه يعني مجموعة اللاعبين خلقوا معه فرصة. أنا أعتقد أنه الاتفاقيون يسيرون في الاتجاه الصحيح، اللاعبين القادمين للاتفاق السنة دي مختلفين تماماً، وايضا بمبالغ حقيقه ماليه عاليه جدا، واعتقد انهم يشكلون الاضافه المطلوبه اللي يحتاجها الاتفاق. اداره الاتفاق واعضاء شرفه لم يتنازلوا في هذا الموسم عن اي لاعب، وهذا يعطي ايضا دلاله على ان الاتفاقيين يريدون فعلا فريقهم ان يصبح منافس وشرس وحاضر بقوه. كل ما اتمنى انه البدايات الاتفاقيه اللي كانت في المواسم السابقه وكانت ايجابيه ثم بعد ذلك انعكست على اداء الفريق ان تختفي هذه المره، وانا اعتقد انه هالمره الوضع مختلف تماما في الاتفاق. لن تحصل الانديه الباحثه عن بطولات على نقاط من الاتفاق، وانا متوقع انه الاتفاق احد الفرق التي ستكون منافسه على بطوله الدوري، شريطه ان تتحمل الاداره يعني ما قد يحدث ايضا من هفوات او من يعني نتائج سلبيه احيانا، كون الدوري من 30 مباراة ويحتاج فعلا إلى الصبر، لكن على مستوى الأداء الفني والفريق حقيقة تشعر من الاتفاق يلعب كرة قدم جيدة وجميلة، وأنا يعني متنبه للاتفاق في الموسم أنه يعني يقدم ما قدمه التعاون مثلا في الموسم الماضي، ويكون أيضا فرس رهان على مستوى البطولة المحلية. نعم جميل أستاذ حسن، أكيد مكملين معكم، مكملين مع الأستاذ سليمان، ولكن مشاهدين نطلع فاصل ومكملين معكم إن شاء الله. We'll be right back.
رجعنا لكم مشاهدين، واكيد نرحب مره ثانيه بالاستاذ حسن القرني والاستاذ سليمان الجابري معنا من استديو هدف الدمام. اكيد بدايه نبدا في افتتاحيه اكيد صحيفه مكه، الاهلي يخدر برانكو بالثقه ويفاوض جروس في الحديث لتفاصيل الخبر، رغم اعلان اداره نادي الاهلي امس الاول بتجديد ثقتها في مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي برانكو، إلا أن هذه الثقة بدت في غير محلها من باب التحفيز المدرب لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة ومن ثم البحث عن جهاز فني جديد للتعاقد معه بهدوء تام. وبحسب مصادر داخل النادي فقد قاد الحنين الأهلاوي إلى فتح خط ساخن مع مدرب الفريق السابق السويسري كريستيان جروس والتفاوض معه للعودة إلى الإشراف على الفريق للمرة الثالثة بعد أن سبق وقاده للتتويج بثلاث بطولات، منها كأس دوري المحترفين في 2014 وإعادة اللقب إلى خزائن النادي بعد أن فشل في تحقيقه لمدة زادت على 30 عاما، إضافة إلى تحقيقه مع الأهلي بطولة كأس ولي العهد في 2015 وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2016. أكيد بداية مع هذا الخبر أستاذ سليمان، نقول عودة المدربين بعد رحيلهم يعني تكون تجربة غير موفقة في الكثير من الأحيان، يعني باعتقادك هل عودة أو وجود المدرب جروس يعني بوجوده ما يحتاجه الأهلي ولا عندك رأي آخر؟ أنا من وجهة نظري المشكلة في الأهلي ليست مشكلة مدرب. واضح الصوت؟ الو ايوه واضح اي معك. المشكله من وجهه نظري في الاهلي ما هي مشكله مدرب ولا هي يعني نعم في قد تتحمل الاداره جزء من المشكله، ولكن انا وجهه نظري الخاصه نعم. ان المشكله في الاهلي هي مشكله لاعبين. هؤلاء اللاعبين هم من حققوا البطوله في فتره سابقه، واليوم ما يحدث في النادي الاهلي يجب ان يتحمله اللاعبين. دائما لما اللاعب يعلق المسؤولية دائما على الجهاز الفني أو الجهاز الإداري، أعتقد أنه هناك من يدعم هذا الفكر وتحديدا في الأهلي. يعني لاعب مثل عمر السومة، شاهدنا شوف عمر السومة على المستوى الشخصي أحب اللاعب هذا كثير على فكرة، والجميع ربما يتفق على هذا الأمر، خاصة أنه لاعب هداف ولاعب مؤثر. ولكن لو رجعت خلال الفترة الماضية ياسمين، خلال الفترة الماضية اللي قضى فيها عمر السومة دائما في إشكاليات ومع الجهاز الفني تحديدا، وبالتالي أنا أتصور أنه مشكلة النادي الأهلي ليست مشكلة مدرب. الأمر الآخر، إعادة المدربين وهذه حقيقة يعني ظاهرة تتكرر في الكرة السعودية، ربما يكون سيرا في الفترة الماضية في الاتحاد حالة خاصة، كون أنه كان الاتحاد في فترة صعبة جدا. طيب شفناها تكررت في التعاون مع غوميز. صحيح صحيح، ولكن بشكل عام، هل السؤال الأهم، هل جروس هو ضالة الأهلي أو هو الحل لمشكلة الأهلي؟ فبالتالي إذا عرفنا هذه الإجابة ممكن أقول لك إنه عودة جروس ربما تكون يعني هي منطقية بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن أنا وجهة نظري الخاصة إنه المشكلة في النادي الأهلي ليست مشكلة جهاز فني. مروا على الأهلي خلال الفترة الماضية يمكن 5 إلى 6 مدربين. مثل مين من اللاعبين أستاذ سليمان؟ نعم عفوا، مثل مين من اللاعبين؟ يعني في عدد من اللاعبين، أنا ذكرت لك على سبيل المثال عمر السومة، وخلال المشاكل اللي تكررت خلال الفترة الماضية. نعم. وجود يعني حقيقة في حتى بعض القرارات، يعني كلنا نحترم ونقدر الكابتن حسين عبد الغني، ولكن حقيقة حسين عبد الغني يعني الوقت الحالي ليس وقته في الأهلي. اليوم أنت كان عندك محمد عبد الشافي في الأهلي، وتأتي بحسين عبد الغني، أعتقد أنه وتفرط في حمدان الشمراني في فترة سابقة، في أمور حقيقة يعني علامة استفهام كبيرة في الأهلي. لكن بشكل عام إن اعتقد الأهلاويين أن مشكلة الأهلي هي مشكلة مدرب فقط، أعتقد أن المشكلة لن تحل. نعم. طيب أستاذ حسن، خلينا نقول، هل تعتقد أنه الإدارة انها قاعده تحاول انها ترضي الجماهير بهذه الخطوه؟ شوف، مشكله الاهلي يعني مشكله عويصه الصراحه. انا وجهه نظري انه في الاهلي في جمله من المشاكل طبعا، لكنها بنسبه بصراحه. انا اضع نسبه كبيره طبعا على الجهاز الاداري، واتكلم تحديدا عن المشرف العام على الفريق اللي هو سمو الامير منصور بن مشعل. اولا هو من يعني احضر سيد برانكو
بالتشاور طبعا مع يعني من حوله هو اللي يعني سمح للمدرب مثلا بأنه يعني يختار الأسماء والعناصر التي تشارك مع الفريق. هو أيضا من اختار مثلا سمح بتسويق كثير من لاعبين النادي الأهلي حسب احتياجاته وحسب وجهة نظر المدرب. الجهاز الإداري في النادي الأهلي جهاز لا يملك الخبرة ولا التجربة الكافية. بالفعل نتفق مع سليمان في جزئية اللاعبين، لاعبين الأهلي بالفعل مؤثرين وقوية. لو كان في النادي الأهلي هناك جهاز إداري قوي يتابع كل تفاصيل النادي لما رأينا مثلا أنه نسمع حوالي 4 مدربين، يعني يكفي أنه مثلا فوساتي يتحدث عن 6 من اللاعبين جوه وكلموه وناقشوه في خطته وفي بعض الأسماء وفي بعض التغييرات. يكفي مثلا تحدث عن غويدي قبل كذا أيضا واجه نفس المشكلة. ريبروف نفس القضية، اليوم برانكو نفس القضية. يعني ليس صحيح أنه كل المدربين هؤلاء يعني قد يكون عندهم اخطاء وعندهم عدم فهم وعدم استيعاب للمرحلة، لكن في النهاية المفروض يكون في جهاز إداري قوي يناقش المدرب يوضح له وجهة النظر، أيضا يستطيع أنه يخلق جو من من القوة داخل اللاعبين حتى اللاعبين يعني يكون مرهوبين الجانب بحيث اللاعب ما يستطيع أنه يخرج عن النص المطلوب منه. طيب. لاحظي أنه مثلا لاعب عمره 43 سنة مثل كابتن حسين عبد الغني يلعب في الفريق، هذا غير صحيح. لاعب مثل كابتن محمد أو مصطفى بصاص يعاد بعد توقف عام كامل ويعاد تأهيله وتخفيف وزنه حتى يشارك ويضم للتشكيل. هذه كلها أخطاء إن كان مقتنع فيها المدرب والجهاز الإداري ساكت فتلك مصيبة، وإن كانوا موافقين في المصيبة أعظم. طيب. وبالتالي أنا أعتقد أنه مشكلة كبيرة في الجهاز الإداري خلفت مشكلة على مستوى الجهاز الفني اللي أيضا هو لا يناقش أو قد يناقش لكن يناقش ومشي، يعني ناقش مناقشة خفيفة وتمشي الأمور. ولذلك كانت النتائج بهذا الشكل. يعني أنا أتكلم مثلا سوزا يطلع مثلا في 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 في, في الانستغرام ويقول أنا جاي أبغى بطولة وأنا المفروض أني أمشي وأنا جاي للبطولة. ما يسمح لاعب محترف أصلا أنه يتكلم بالطريقة هذه ويحاسب على تصريح مثل هذا. وغيره من اللاعبين كثير. احنا نعرف أنه في الصيف كان ممكن يمشي حسين القهوي، تمشي بأي حق وانت عقدك ساري المفعول مع النادي. في هناك قوة لدى لاعبي الأهلي وفي صعوبة في السيطرة أو التنسيق بينها وبين المدرب والوصول إلى حل وسط. وبالتالي شفنا، يعني احنا ما احنا ضد أنه يتغير مثلا سيد برانكو أو يتغير، لكن لما تشوف المستوى اللي لعب فيه الأهلي أمام العدالة لا يمكن أبدا، غير مقبول نهائيا. إما أن يكون فعلا اللاعبين عندهم مشكلة في التعاطي ويبون يقنعون الناس من مشكلة في المدرب حتى يمشي وهذه مشكلة، وإما أن يكون الجهاز الإداري نايم يعني ولا يستطيع بالتالي متابعة مثل هذه الأمور. يعني ممكن على كذا يكون ندخل في دوامة إقالة المدربين مع بداية هذا الموسم. أنا أعتقد أنه مسألة نتيجة مباراة الاتفاق والأهلي يوم السبت القادم إن لم يحصل فيها الأهلي على يعني على نتيجة إيجابية ويكون أداء اللاعبين أيضا في المستوى المطلوب، أنا أعتقد أنه برانكو سيكون مغادر. لأنه مع الأسف يعني أضعف الحلول هو إقالة المدرب والمحافظة على اللاعبين، لكن على الأهلاويين أن يعرفوا تماما أنه لاعبينهم يعني نفرض المدرب سيء، في النهاية أنت لاعبين المفروض أنك تؤدون دوركم في الملعب وتلعبون بشكل صحيح. ناهيك عن الأسماء الأجنبية، أسماء غير مفيدة للأهلي حتى الآن على الأقل. يعني تخيل المدرب يجيب لاعبين يلعبون حوالي 5 تمارين أو 6 تمارين ثم يدخلوا في التشكيل الأساسي. طبعا أعتقد أنه في خلل وفي عدم متابعة ومناقشة المدرب، وبالتالي يعني حضرت هذه النتائج، لكن ما زال المشوار في أوله. احنا في أول الدوري، وأعتقد أنه يعني ممكن تدارك كثير من الأمور، وأنا أعرف أنه الأمير منصور والأخوان في إدارة النادي الأهلي هم شغالين حقيقة على يعني متابعة هذه الأمور، وبالتالي أيضا تحييد الكيسيتش وبحث عن صانع ألعاب وظهير أيسر من بداية المرحلة وهم يفاوضون ظهير أيسر حتى الآن ما حضر. أنا أعتقد أنه تأخير كبير مبالغ فيه. ما ندري شو ظروفهم، لكن الناس في ظل النتائج السلبية تبحث عن حلول ويعني ويكون وسيلة الضغط أو الضغط يكون أكبر بإذن الله. أكيد إن شاء الله راح يكون في إيجاد للحلول. وننتقل لافتتاحية الشرق الأوسط، لجنة الحكام تراجع أخطاء مباراة التعاون والحزم، وفي التفاصيل ينتظر أن تقوم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمسألة الحكم البرتغالي
بمساءلة الحكم البرتغالي لويس الذي قاد مباراة التعاون والحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في حال دون مقيم المباراة في تقرير حادثة الطرد التي تعرض لها لاعب فريق الحزم مسعود بخيت في الدقيقة 62 التي على أثرها احتج لاعبو نادي الحزم على قرار الحكم وطالبوا الحكم بمراجعة تقنية الفيديو للتأكد من قراره، حيث يرون أنها ضربة جزاء، إلا أن الحكم رفض متابعة تقنية الفيديو وأصر على قراره. طيب أستاذ حسن، يعني نقول مع وجود تطور تقنية الفيديو أيضا زيادة عدد الكاميرات، يعني الجدل التحكيمي ما راح ينتهي. صحيح. وبالمناسبة يعني الحديث عن التحكيم، أنا أعتقد أنه فعلا في مباراة الحزم والتعاون كان في أخطاء، والغريب حقيقة أنه دائما عندنا في التحكيم أن يعاد الحكام اللي كانوا موجودين سابقا، يعني مو بصحيح، ما دام إحنا بنجيب وبنتكلف وبنجيب حكم، أعتقد من المفترض أن نجيب حكم أيضا جديد ونبحث عن حكم يعني مفيد. تقنية الفار بالفعل كما ذكر الإخوان في الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتم تطويرها، زيادة عدد الكاميرات والبحث عن حلول. احنا شفنا يعني شكوى يعني نادي الحزم فعلا تضرر في المباراة، لكن هناك مباراة اللي هي مباراة الأهلي والعدالة كان فيها تضرر كبير حقيقة عن نادي الأهلي، والفرق انه نادي الحزم تكلم وإدارة الأهلي يعني سكتت وصمتت. نعم الفريق لم يؤدي بشكل جيد، لكن كان هناك خطأ مؤثر كثير في طرد لاعب يعني واضح، وتم مناقشة الحكم واستدعاء لمشاهدة اللقطة، ولكن الحكم حقيقة قسامة الغامبي رفض أنه يروح للفار ويتابع الغلط، ورفض إمضاء الخطأ رغم أنه كانت خطأ يستحق عليها الطرد. وفي ضربة جزاء أيضا كما ذكر كثير من المحللين بأنها صحيحة، وبالتالي خطأين أنا أعتقد أنها مؤثرة على مستوى نتيجة المباراة. نحن نقول للإخوان في الاتحاد السعودي لكرة القدم انه ملف التحكيم من اهم الملفات. والعمل الجيد اللي يقدمونه الاخوان في الاتحاد يجب ان لا ينسف حقيقه من خلال اداء حكام او اخطاء حكام. وهم ابخص ان شاء الله تعالى من النقد، ونتمنى حقيقه ان يتم مناقشه الجوله كامله وليس فقط مباراه الحزم والتعاون. جميل استاذ سليمان، بالرغم من تطور تقنيه الفار يعني نشوف الجدل التحكيمي اللي حاصل، تعليقك على الموضوع. والله شوف الجولة الأولى حقيقة في أكثر من خطأ، يعني مباراة الهلال كان في هدف لأبها، كان في حقيقة جدل كبير، يعني حتى النقاد في القناة الفضائية من الحكام الخبرة يعني اختلفوا على موضوع هذا الهدف. وفي أكثر من مباراة، يعني لو رجعت لمجموع تقريبا مباريات الجولة كان فيها أخطاء، يمكن حتى ما أثارها مثل ما ذكر أبو عبد الرحمن، ما أثارها هو تصريح رئيس نادي الحزم على مشاكل اللي عانى منها فريقه في عملية الأخطاء التحكيمية. لكن بشكل عام أنا حقيقة أبغى أطرح تساؤل، يمكن زميل حسن يساعدني شوي. من رئيس لجنة الحكام الآن؟ أنا أعرف أنه كولينا هو مستشار، لكن من رئيس اللجنة؟ هو يعتبر بالتكليف رئيس اللجنة جاي كلوب اللي هو كان مسؤول عن تقنية الفار في الموسم الماضي. أمانة نشوف هذه اللجنة يجب أن تفعل بشكل أكبر من اتحاد القدم. احنا حقيقة أنا يعني أشدد على موضوع أنه ندعم الاتحاد الحالي حقيقة، والعمل المقدم إلى الآن ربما يكون عمل مرضي، لكن موضوع لجنة الحكام وعملية الاختيارات، تكرر الأسماء اللي شفناها في الموسم الماضي، اليوم أنت يعني أبعدت الحكم المحلي تماما عن المشاركة في الدوري، وبالتالي يجب أن تكون في عملية تقنين واختيار موفق للطاقم التحكيمي بكل فئاته. يعني اليوم لما يجي حكم ويخطي وفي فيديو، أنا أعتقد أنه حكم بليد. اليوم أنت كأنك تعيد الاختبار، أنت قاعد تتخذ قرار وتشاهده في الفيديو أو يشاهدون زملائك في غرفة الفيديو، وترجع أنت تأكد من القرار. وبعض الحكام للأسف الشديد يعني يفشل حتى في الاختبار الثالث اللي هو مشاهدته للقطة. فبالتالي هذا 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 الأمر بالتأكيد أنه أمر مهم. اليوم إحنا نبحث عن دوري إثارة ودوري تنافس ودوري، إذا احتجت أنه الدوري تكون متكامل من كافة عناصره، يجب أن يكون التحكيم يعني هو أفضل عنصر في هذه المنظومة بشكل عام. جميل مشاهدينا، نأخذكم الآن في جولة لأبرز ما جاء في العناوين المحلية.
جولتنا في الصحافة المحلية لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الرياض. تقنية الفار تثير الجدل من جديد في دورنا، كما ذكرت ذات الصحيفة حمد الله يثير مخاوف النصراويين. ونشرت صحيفة اليوم الشباب يلغي تفوق الفتح، وجاء في صحيفة المدينة عطيف يربك تحضيرات الهلال قبل الكلاسيكو. ومن المدينة إلى مكة أبها يخطف هداف الأولى من ضمك. وفي صحيفة الرياضية التعاون يستعير الشنقيطي. ونشرت صحيفة الوطن 7000 مطية في الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد. وأخيراً جاء في ذات الصحيفة أخضر السلة في مواجهة حاسمة أمام الكويت. ونأخذكم في جولة لعالم الميديا مع زميلي فهد. شكرا لك ياسمين، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة ميديا. نبدأ معكم مع الكابتن محمد الشلهوب واللي دايم عودنا بحرصه على الفريق حتى وهو في الدكة. يفتح علبة الموية لقوميز وقوميز يسلم على راسه. نشوف المقطع ونشوف رد قوميز. الآسيوية مولعة وحريقة، مدرج العميد النمور مستعدين للحوت الأزرق في المواجهة الآسيوية لدور الثمانية. طبعاً هاتوا الهلال هاتوه. والمدرج الأزرق أبدع في مباراة أبها الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وكأنه يرد على مدرج النمور هاتوا الاتحادي هاتوه. لفتة إنسانية ورياضية من الكابتن حمد الله لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، الفئة الغالية علينا طبعاً، مع مقطع نشره الزملاء في قناة عز على اليوتيوب. وش قال المشجع وش رد عليه حمد الله؟ سويه حمد الله، أنا جاي عشان حمد الله. تخيل لي 10 سنوات ما حضرت الملعب، بس يوم شفته كتب بتويتر أبي حضوركم، قلت يا ولد أنا في الرياض لازم أجي أشوف آزر النصر. إنه قال يا أخي لأنه رجل يستاهل، يا أخي كان سبب فرحة لي وكان سبب سعادة لي، وكل اللعيبة ما يقصروا، لكن هو بالذات يعني أرقام وأهداف حاسمة. يقول أبو أصيل غزاني الشيب وفاتتني الأماني، لكن هيئة الرياضة تقول غزاك الشيب وما فاتتك الأماني، والله يحقق كل ما كنت أمانيكم. ختامية بلمساتنا من بعدها نرجع لك ياسمين. غزاني الشيب فاتتني الأماني، مشى كل الزمن وانا في مكاني، بكت في الدرب خطواتي، بكت في الدرب خطواتي، بكت وسافر للفرح
شكرا لك زميلنا فهد، وشفنا آخر فقرة كانت عن الكبير في السن الفائز بالسيارة. تعرف أستاذ حسن على دموع غالية صراحة، يعني بالفعل يعني نجحت الهيئة العامة للرياضة في أنها تقدم حقيقة يعني صورة معبرة أنا من وجهة نظري من خلال هذا المشهد. لمثل هذا تقدم الجوائز حقيقة. صحيح. أتمنى فعلا يعني أن تزيد مثل هذه الفرص لهؤلاء. عادة كثير من المدرجات من مثل هذه الفئة حقيقة نفتقدها، لها دور بالتأكيد مهم ومؤثر، أثرها كبير وفوزها بقى. بالتأكيد أنه يعني حقيقة ينعكس حتى على مستوى المجتمع. صحيح. أستاذ سليمان تعليقك على المشهد. والله أول شيء حقيقة أنا أشيد بعمل الزملاء حقيقة في فقرة ميديا، أضافت كثير حقيقة للبرنامج وفيها تفاعل كبير صراحة وعمل كبير للأمانة. هو يمكن المشهد مؤثر حقيقة في موضوع الشايب الله يطول عمره، والدموع وخلط الفرحة والبكاء وقت إعلان استلام الجائزة، وهذه حقيقة البادرة تشكر عليها الهيئة العامة للرياضة واستمرار الموسم الثاني على التوالي، أضافت بهجة كثيرة على الجماهير للأمانة. لكن أبغى أعلق على نقطة مهمة حقيقة من ضمن الأخبار الميديا، موضوع اللي هو الإصابات حقيقة المزعجة. يعني اليوم تتكلمي على حمد الله من أبرز وأهم العناصر الموجودة في دورينا، وإصابة الكابتن عبد الله عطيب حقيقة يمكن الشارع الرياضي حزين على موضوع خاصة عبد الله عطيب وغيابه تقريبا إلى شهر وشوي، لكن الحمد لله أتمنى أنه يكون قادر على مشاركة النصر في مباراة مهمة في البطولة الآسيوية أمام السد القطري، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله والعودة بأسرع وقت بإذن الله. بإذن الله. أكيد الشكر كله للزملاء متعب القصيبي وهند العصيمي وإبراهيم العثمان وعبد الإله العسيري، ما قصرتم. وننتقل الآن لأبرز ما جاء في الأخبار العالمية. جولتنا في الصحافة العالمية لهذا اليوم نبدأها من غلاف صحيفة آس الإسبانية الذي جاء بعنوان العودة إلى الماضي، ريال مدريد يتعادل مع بلد الوليد في الدقيقة 88. غلاف صحيفة الماركا فقد حمل عنوان يمكننا الاستفادة من نيمار، الفريق يصنع الفرص ويواجه مشكلة أمام المرمى. ومن الماركة إلى صحيفة سبورت التي كتبت بأن جماهير البرشا تنتظر الفوز بدون ميسي، وأن فالفيردي أمام اختبار كيف سيضع التشكيل الأنسب للقاء اليوم أمام بيتيس. ونذهب إلى صحيفة الموندو ديبورتيفو التي كتبت بالخط العريض ميسي لا، جريزمان نعم، في إشارة إلى جاهزية الفرنسي للقاء اليوم بخلاف البرغوث الأرجنتيني. وأخيراً إلى غلاف صحيفة لاجازيتا التي نقلت تصريحاً لبوبان والذي يقول في النهاية ستكون جماهير الميلان سعيدة بعملنا. كان هذا أبرز ما جاء في الأخبار العالمية. تعليق أستاذ حسن. أنا تعليق على الخبر اللي خص ريال مدريد. يعني شوفي على أنه ريال مدريد يعني تعاقدات قوية ومدرب ومنتخب أو فريق يعني مرهوب الجانب ومعروف. نعم. يعني لكن تعادله بالأمس انعكس. نعم. على طول على الصح يعني رجعنا إلى ما هو ماضي. نعم. دائما وسائل الإعلام تستذكر حقيقة الموسم الماضي اللي كان فيه ريال مدريد يعني. نعم. في أسوأ حالاته، والتعليق عليه حقيقة من قبيل يعني أنه يعني هل إحنا بنرجع فعلا من خلال التعادل اللي حصل أمس. نعم. إلى دوامة مكان بالأمس من خسائر ومتراجع في المستوى الفنية. نعم. هذا حال الجماهير وهذا حال الإعلام، ولذلك هنا على مستوى. نعم. المنافسة المحلية المفروض أنه هذا يعني مسألة طبيعية ما يعني يتضايق منها المتعاطي على أنها. نعم. شيء يعني غريب ولا بعيد. جميل. أستاذ سليمان عندك تعليق على الأخبار العالمية؟ أبد والله، مزعلنا ريال مدريد والله، هذه زيدان ما هو مثل أول، لكن إن شاء الله تعدل الأمور بإذن الرحمن. خلونا نشوف الآن نتيجة التصويت لسؤال حلقتنا لليوم. 3 أندية فقط استطاعت جماهيرها دعمها بمليون ريال، برأيك ما سبب عزوف جماهير الأندية الأخرى؟
الاختيار الأول عدم رضا عن العناصر، كانت النسبة 24%. أما الاختيار الثاني الوقت مبكر بنسبة 31%. أما الاختيار الثالث الحضور مرتبط بالجماهير بنسبة 37%. ورد آخر تكتبه في التعليقات بنسبة 8%. شارك طبعا في التصويت تقريبا أكثر من 8000 صوت. وتعليقك أستاذ حسن؟ أنا مع الجماهيرية، يعني إحنا معروف الجماهيرية هي السبب، يعني نعم. معروف إنه الأندية الجماهيرية هي اللي يعني دائما من يعني ترفع نسبة الحضور، لكن أعتقد إنه نقص الأهلي في هذه الجولة كونه الجماهيرية زعلانة شوي على نتائج الفريق. جميل. أستاذ سليمان تعليقك على التصويت؟ ما أعتقد إنه موضوع النتائج، لأن إحنا في بداية موسم. نعم. بالتالي أنا أتصور على موضوع العناصر، أحيانا الجمهور يكون واثق إنه فريقه يعني مدجج بالنجوم وفي صفقات مؤثرة وقوية، بالتالي يكون الحضور. لكن أنا عندي ملاحظة حقيقة على موضوع الجوائز، يعني نعم. يعني مو ما هي عدل حقيقة إنه في فريق يحضر له 31,000 وفريق يحضر له 10 و11,000 وتساوى نعم. في عملية المحاصصة بالنسبة للمبلغ اللي هو 1,000,000 ريال. أتمنى إنه يعاد النظر فيها من قبل الهيئة العامة للرياضة، لأنه في تباين كبير حقيقة في عدد الجماهير، يعني نعم. ما فيها عدل حقيقة. أتمنى إنه يكون فيها يعني نظر خلال الفترة القادمة، وهي حقيقة خطوة مهمة جدا ودافع نعم. مهم جدا بالنسبة للجماهير أو للأندية، ومورد مالي مهم بالنسبة للأندية. جميل. ما في شك. جميل. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واكيد الشكر لك استاذ سليمان الجابري في استديوهاتنا في الدمام على مشاركتك معنا، واكيد على تواجدك طبعا. والشكر لك استاذ حسن على وجودك معنا في الاستديو. شكرا لك، وشكر لجميع الزملاء، المخرج فيصل العرفج، وان شاء الله نلتقي ان شاء الله. شكرا لك. وبكذا وصلنا ختام حلقه اليوم مشاهدينا، نلتقيكم غدا في نفس الموعد، الى اللقاء.